يمه. يا حلو هالكلمة، قولها مرة ثانية يمه فرح قلبي. ايش عندك بغرفتي من صباح الله خير؟ أحلم فيك يا يمه، عسى خير إن شاء الله. قلت هي أكحل عيني بشوفتك. زين، عائلتي رايقة معي إن شاء الله. هلالة زهبي ريوق هذه من جايبها؟ وين لقيتها؟ ابد ما قاعد بالمحل، جتني قالت لي بشتغل. هي بيني وبينك الظاهر عندها ظروف، قالت لي انا محتاجه بيزات علشان اعالج ريلي. هذه غريبه، ما تعرفها، شلون دخلها بيتك؟ البيوت اسرار. كان قلت لي شوف لك واحده امينه. ما ايش دراني ما هذا اللي صار. زين بروح اعاونها انا. تسلم ايدك وكثر الله خيرك حبيبتي، ما قصرتي. العافيه يا مو حبيبي. عافيه ابوي، تفضلي. عاد قلبي والله. قشرت لك اياها. هلا 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 بالغالي. هلا حياك، يلا مد ايدك وسن. لا 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 لا، انا مالي نفس. عيل حرمتك الماسونه وين هي؟ العاده اشوفها بالحوش تمرمر. ايه طبعا. انا اقول لك وين هي، لان فقيره ما لها وجه توايهنا. عقب اللي سواه أبوها ما لها وي، مو توايهنا حنا، توايه الفريج كله. كل يوم كله شاكر يما، بس بالعافية كملي انت. عيل حبيبتي، أبوي رايح العود والفاسة هذا هو من عمر، يعني صعب عليه يتغير في يوم وليلة. بعدين مصيره بالنهاية راح يذمنا أنت يغير عنك، بس ما عليه، هو ماخذ شوي المكابر وعزة النفس. ما أقدر أقول شيء محمد، شنو أقول؟